ما زلنا في أوروبا، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، وهو أدنى رقم يتم تسجيله منذ فبراير الماضي، و 219 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في أنحاء البلاد. قالت الوزارة في بيانها إن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد ارتفع إلى 35,045 منذ بداية حالة الطوارئ. أشارت إلى أن أعداد المرضى وحدات العناية المركزة انخفض إلى أقل من 50 شخص، بينما هناك 743 مريض في المستشفيات يعانون من الأعراض، في حين لا يزال 11,648 شخص قيد الحجر المنزلي. عبر سكايب من ميلانو معنا الدكتور محمد الشارع، أستاذ الجراحة. أهلا بك دكتور. دكتور محمد، هل أنت معنا؟ هل تسمعنا؟ إذن نحاول أن نتواصل مع الدكتور محمد الشارع، أستاذ الجراحة معنا من ميلانو، تعليقا على خبر وزارة الصحة الإيطالية التي أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا. هذا يعد يعني أدنى رقم منذ يعني فبراير الماضي، أيضا 219 إصابة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد. العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا الآن ارتفع إلى 35,045 منذ بداية حالة الطوارئ. أيضا الوزارة أشارت إلى أن أعداد مرضى وحدات العناية المركزة انخفض إلى أقل من 50 شخص. إذا عاد إلينا مرة أخرى عبر سكايب من ميلانو الدكتور محمد الشرع، أستاذ الجراح. أهلا بك أستاذ محمد. دكتور محمد أهلا بك. أهلا بك وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. إذا إيطاليا تعلن تسجيل 3 حالات وفاة فقط بفيروس كورونا، أدنى رقم يتم تسجيله منذ فبراير الماضي. كيف تصف هذا الرقم وإلى ما يرجع هذا الرقم؟ نعم، هذا الرقم يعني مبشر بالخير. أرقام منذ بداية الأزمة لم نشاهد أرقام بالآحاد بعدد الوفيات، ربما يعطي بصيص من الأمل للأمام أننا في المسار الصحيح هنا على الأقل في إيطاليا. هذا جاء نتاج وعي عام وعي شامل كان طبي أو مجتمعي في إيطاليا، تراكم لكثير من الجهود من بداية بالحجر الصحي الكامل، ثم تدريج الحجر الصحي وصولا إلى شبه الفتح وبعض الالتزامات الأخرى. أنا أرجي هذا التحسن في عدد الوفيات لتكون مفهوم الوعي لدى هذا المجتمع بما عليه وما له من هذا المرض، وكيف يقي نفسه من هذا المرض. ووعي أي مجتمع يجب أن يعي أنه الوقاية في أن هذا المرض أسهل بكثير من تلافي الأضرار بعد الإصابة بهذا المرض. هذا من الناحية المجتمعية. ومن الناحية الطبية هناك تحديث أول بأول للحالات وتواصل عبر أوروبا كاملة لإضافة ودائما الأدوية وإضافة دائما الخبرات الطبية وتبادلها، مما أدى هناك تشكل مفهوم لدى المنظومات الصحية ووعي أكثر لتصنيف المرضى بشكل أكبر، من هم بحاجة لعناية حثيثة، من هم بحاجة فقط لحجر منزلي، من هم بحاجة لرعاية في المستشفيات بشكل طفيف. نعم. طيب، يعني هل نستطيع الآن القول بأنه إيطاليا تجاوزت ذروة هذا الفيروس؟ هو من المبكر أن نقول أنه تجاوزنا الذروة، ممكن فقط تجاوزنا الذروة ولكن نعم الذروة، نعم يمكن تجاوزنا الذروة بمرحلة وقطعنا شوط كبير في ذلك، لكن أن انتهى المرض من إيطاليا، هو ينتهي المرض بإيطاليا بمجرد انتهائه من كل العالم، ولا يستطيع العالم هو كله مجتمع واحد حاليا. صحيح طبعا طبعا، ولكن هناك ذروة، يعني ارتفاع وذروة وانخفاض، يعني ما هي المرحلة الموجودة فيها إيطاليا الآن؟ إن كنا أعطينا هذا المرض منحنى فنحن وصلنا القمة منذ تقريبا منتصف أو بداية منتصف شهر إبريل. نعم. وبدأنا بالانحدار، وحاليا نحن نحاكي أول أسبوع لبداية الأزمة، إذا كانت هناك البداية فنحن نحاكيها الآن في القاع تقريبا. خبراء كثيرون يحذرون من وجود موجة ثانية من انتشار الفيروس قد تأتي في الخريف، هل تتفق مع هذا الطرح دكتور محمد؟ العزيز، هنا المؤسسات الصحية الإيطالية ومراكز الأبحاث الدوائية
استبعدت أن يكون هناك موجة ثانية في الخريف، وإن جاءت هذه الموجة أن تكون بنفس الحدة، بل إذا جاءت هنا أقل. لكن الفكرة ليست هنا، الفكرة هناك لو كان هناك احتمال لو 5% أو 10% أن تعود هذا المرض، يجب أن نكون مستعدين، لا يجب أن نترك الأمور للاحتماليات فقط. أنا مع إنشاء خطة طوارئ صحية إن كانت لأي وباء، كان كورونا أم غيره، دائما جاهزة على مستوى منظمة الصحة العالمية والدول بشكل عام. أنا مع إنشاء هذه الخطة الطوارئ وتنفيذها عند اللزوم، وإن كانت لغير كورونا مثلا، فالعالم بعد هذه التجربة اكتشف أنه ليس بمنأى عن الأوبئة، ولم نعد بعالم آمن جدا من ناحية الأوبئة والانتشار. طيب، يعني بعد هذه الأرقام التي قلت دكتور محمد، ما هو حجم الضغط الآن الموجود على القطاع الطبي في إيطاليا؟ يعني هو القطاع الطبي حاليا يتنفس الصعداء بعد يعني الارقام التي ذكرتموها بالتقرير، وهي موجوده حاليا على ارض الواقع، هي ارقام لا تذكر بما كنا فيه قبل شهرين على الاقل. بالاي سي يو كنا نتحدث عن في بعض الفترات عن 4000 مريض، حاليا نتحدث عن 50 مريض او اقل. كنا نتحدث عن داخلين في المستشفيات باكثر من 20000 مريض، حاليا نتحدث عن 750 مريض. القطاع الطبي حاليا بمرحله الريكفري او مرحله الانتعاش، مرحله الان يدرس ما هي كانت اسباب المرض، ما هي الافضل يعني تحليليا اكثر حاليا بعد ان خرج من عنق الزجاجه. طيب اخيرا دكتور، لقاحات كثيره تطورها جامعات في اوروبا، في الولايات المتحده، في الصين، نسمع عن هذا اللقاح الذي تطوره جامعه اوكسفورد في المملكه المتحده. قال رئيس الوزراء البريطاني ان هناك نتائج مبشره جدا، هذا ما وصف به هذه النتائج. هل بتنا قريبين من وجود لقاح مثل هذا اللقاح؟ نعم، جامعة أكسفورد في بريطانيا هي أعلنت أن بعد تجاوز المرحلة الثالثة لدراسة اللقاح أن اللقاح جاهز، وحاليا يقام بتصنيعه بغرض التسويق، بغرض إعطائه للجماهير. نعم. هناك أيضا اللقاح أيضا الروسي قطع شوط كبيرة، لكن لم يعطي بعد نتائج نهائية. السؤال كان يعني متى ننتظر يعني تصنيع هذا اللقاح بشكل كبير؟ هو الجميع يتحدث عن نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة. نعم نعم، إذا يعني نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة وصلت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرع، أستاذ الجراحة، كنت معنا من ميلانو.